إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك. رباه قلب تائب ناجاك. أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أحمدك اللهم حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين وأستغفرك استغفار المستغفرين. لك الحمد يا ربنا، لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. وأشهد أن لا إله إلا الله، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على خير خلق الله طه. قال قائل يتمدح حضرة النبي مخاطبا آل بيت النبي: يا آل طه، لنا في حيكم قمر له الحصى ناطق والبدر منقسم. طه البشير وله أسماء أربعة: محمد، أحمد، هادي، ومعتصم. وله على وجنتي خديه أربعة: الورد والياسمين ثم الآس والعلم. أنطقت لرسول الله أربعة: الضب والظبي والثعبان والصنم. آمنت برسول الله أربعة: الإنس والجن ثم العرب والعجم. لولاه ما كان في الإسلام أربعة: حج ومنى ثم بيت الله والحرم. صلى على خير خلق الله أربعة: العرش والكرسي ثم اللوح والقلم. الحضور الكرام من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة المباركة من رحاب المسجد الشرقي بقرية كفر الجلبطة مركز الشهداء محافظة المنوفية، نحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم جميعا وسهلا، نزلتم علينا أهلا وحللتم سهلا. بارك الله في خطواتكم هذه وجعلها في ميزان حسناتكم يوم القيامة. الحضور الكرام، وبمناسبة افتتاح هذا المسجد الكبير وهذا الصرح العظيم الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله من كل من قام عليه وشارك فيه وفي بنائه بماله أو بجهده أو بوقته أو حتى بكلمة طيبة أو بدعوة صالحة، أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم وأن يجعلها في ميزان حسنات الجميع يا رب العالمين. معنا في هذا الحفل الكريم كوكبة من علمائنا الأجلاء. يحضر معنا فضيلة الشيخ أحمد عبد المؤمن يونس وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، كما يحضر معنا أيضا القارئ الكريم فضيلة الشيخ خضر أحمد مصطفى قارئ مسجد العارب بالله سيدي شبل وقارئ الإذاعة والتلفزيون، كما يحضر معنا أيضا كروان المبتهلين بإذاعة القرآن الكريم فضيلة الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. هؤلاء الثلاثة إن شاء الله عليهم سيقوم حفلنا الكريم. كما يحضر معنا أيضا فضيلة الشيخ مبروك هلال مدير إدارة أوقاف الشهداء، ويحضر معنا الزميل الفاضل فضيلة الشيخ محمد تعيلب المفتش العام بوزارة الأوقاف،
ومعنا الأخ الكريم فضيلة الشيخ محمد الفرماوي مفتش المتابعة بمديرية أوقاف المنوفية ورئيس قسم الإرشاد الديني بالمديرية أيضا. شرفتمونا جميعا وأشكر نيابة عن أهل القرية الكرام وأصالة عن نفسي كل من شارك في هذا العمل. هذا المسجد أسس بفضل الله عز وجل أول، الفضل لله أولا وآخرا. وشارك معنا أيضا في بناء هذا المسجد الشيخ بهار ثقل العتيبي عليه رحمة الله، شارك معنا في بناء هذا الصرح العظيم، غفر الله له ورحمه رحمة واسعة وبارك فيه وفي ذريته الكرام الذين جعلهم الله عز وجل خير خلف لخير سلف. تقبل الله منهم هذا العمل وجعله في ميزان حسناتهم يوم القيامة. كما أشكر أهل القرية الكرام، أهل قرية كفر الجلابطة الذين وقفوا وقفة رجل واحد أيضا بأموالهم ووقتهم وجهدهم حتى استطعنا بفضل الله عز وجل وفي فترة وجيزة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق إتمام هذا الصرح العظيم. الحضور الكرام، حتى لا يسرقنا الوقت نريد أن نستمتع الآن بالقرآن الكريم من رجل عرفناه خير من قرأ القرآن الكريم مع آيات بينات من آي الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ خضر أحمد مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات
وأبصر به وأسمع أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا شاء الله واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا
ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتك لا مبدل لكلماتك واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتك واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي واصبر نفسك
الغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب بئس الشراب وساءت مرتفقا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن أولئك لهم
جنات عدن تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سلدس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا نعم الثواب نعم الثواب وحسنت مرتفقا بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه في بيوت بيوتنا أذن الله أن ترفع أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها
بالغدو ولا أصنام رجال وسعوا للناس اللي مجد تعالوا عليه تعالوا عليه شوية تعالوا وسعوا للناس اللي هم مغرب رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله
والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الفاتح.